Et au Burkina Faso, il n'y a ni usine de fabrique d'armes, ni de munitions. Qui recrute donc ces terroristes? Qui les entraîne? Qui les dote en permanence? Qui les nourrit et avec quels moyens? Croyez-vous? كالنار في الهشيم يتفشى سرطان ينخر دول الساحل الإفريقي. رأي منطقة تمبوكتو إن شاء الله المدة الجاية إن شاء الله دورته حاصر. فهمتم؟ وإن شاء الله ما تلا داخل هشيم ملي. فهمتني؟ واللي في منطقة تمبوكتو واللي باقي يسافر خلوا اللي يهز دبش ويروح. فهمتني؟ يا قسم ناجا ثاني. هاي حكومة مالي ما يجابها خير، ما يجابها خير ويستعدوا. إرهابيون يعيسون فسادا في منطقة باتت مسرح صراع مشتعلة للقوى العالمية. مشاريع أيديولوجية متشددة وأخرى قومية حالمة وصراع نفوذ وتوسع لقوى عالمية. مناوشات على شكل حروب عرقية وطائفية ودينية تفرز أزمات يعاد تدويرها وتصديرها إلى الساحة الدولية. leurs militaires au Sahel mourir pour des beaux yeux des Sahéliens, si oui. فمن يصارع من في دول الساحل وعلى ما يتصارعون؟ وكيف تبدو خارطة الواقع الجديد الذي ترسمه تنظيمات متشددة وحكومات ومتمردون يتنافسون على النفوذ في محاولة لبناء تحالفات تخدم مصالحهم وأهدافهم؟ الجواب على الخريطة. تخيلوا أن منطقة الساحل وحدها سجلت أكبر عدد من ضحايا الإرهاب في العالم في 2022، ففي هذه المنطقة وقع أكثر من 40% من ضحايا الإرهاب و12 من أصل 20 هجوم إرهابي. حزام الساحل الممتد من المحيط الأطلسي في الغرب إلى البحر الأحمر في الشرق يعرف بحزام الأزمات، يمر عبر إريتريا والسودان وتشاد والنيجر ومالي وموريتانيا والسنغال، وتعود جذور الأزمات في هذا الحزام إلى أنه يشكل ملتقا لشعوب الصحراء أو الساحل من جهة والسفانة الإفريقية الخضراء من جهة أخرى. ولكل من هذه الشعوب التي جعلتها تركة الاستعمار تجتمع ضمن حدود وطنية واحدة راغبة أو مكرهة أيديولوجياتها ومصالحها الخاصة. هذا الواقع جعل بلدان الساحل تعيش حالة عدم استقرار مستمرة وأزمات متشعبة جعلت المنطقة فريسة للانقلابات والإرهاب ناهيك عن تصارع القوى العالمية على ثرواتها. نهتم هنا تحديداً بالتحدي الأكبر المتمثل بالجماعات الإرهابية التي أصبحت سيدة المشهد بحيث يبدو العالم عاجزاً أمام سطوتها وتمددها. فمن يصارع من؟ تتصدر مالي دول الساحل لجهة انتشار الجماعات الإرهابية التي يحاول الجيش المالي مدعوماً بميليشيات فاغنر الروسية التصدي لها، وينتشر الجيش المالي وفاغنر في باماكو وجنوب البلاد، ويضم أيضاً قوة باسم الموك وهي عبارة عن عناصر مختلطة من الجيش المالي والأزواديين نتجت عن اتفاق الجزائر للسلام في 2015 هدفه المعلن إعادة كل الأراضي تحت سيادة الدولة. بالإضافة إلى الجيش المالي يبرز تنظيم جماعة نصرة الإسلام والمسلمين أو ما يعرف بالقاعدة في الساحل المتغلغل في كل مكان تقريبا في مالي وأيضا في بوركينا فاسو باستثناء العاصمة وعلى حدود النيجر، وهدفه إقامة ما يسمى بدولة إسلامية. ومن بين الجماعات الإرهابية أيضاً تنظيم داعش الساحل وينتشر في مناطق عدة أهمها ولاية مينكا شمالية مالي القريبة من المثلث الحدودي بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو. ومن أبرز نقاط تهريب السلاح والمخدرات والوقود والمهاجرين غير الشرعيين ونهب وتجارة المواشي عبر الحدود، وهي أنشطة جغرافية تغدق أموالاً ضخمة لداعش.
إلى جانب داعش تنتشر في منطقة أزوات شمال مالي حركات سيما معظمها من العرب والطوارق، وتضم الحركة الوطنية لتحرير أزوات المجلس الأعلى لوحدة أزواد والحركة العربية لتحرير أزواد الأزوادية. هدفها تنفيذ مخرجات اتفاق الجزائر للسلام وإعادة الاعتبار للإقليم المهمش، إضافة إلى حركة غاتيا ماس القريبة من حكومة مالي بحكم اتفاقيات السلام الشاملة، والتي لم تعلن موقفاً واضحاً من الأحداث الحالية بمناطق أزواد. ومن الأطراف أيضاً ميليشيات محلية ذاتية التسليح تدافع عن أريافها وبلداتها. 2000% هي نسبة ارتفاع عدد ضحايا الإرهاب في منطقة الساحل بين 2007 و 2022 وفق مؤشر الإرهاب لعام 2023. ووفق بيانات مراكز الأبحاث المتوفرة، أدى سقوط نظام معمر القذافي في ليبيا إلى فتح مجال لدخول أسلحة بكميات غير محدودة لمنطقة الساحل والصحراء على يد تجار السلاح، وعبر مجموعات مسلحة أيضاً متعددة، مما مكن التنظيمات الإرهابية من الاستحواذ على كميات غير محدودة من العتاد العسكري في سوق مفتوحة. أصبحت ثلاث دول هي مالي وبوركينا فاسو والنيجر مجالاً حيوياً للجماعات الإرهابية في الساحل، في تنام هو الأكبر للإرهاب على مستوى العالم، حتى بات مثلث الربط بين البلدان الثلاثة يعرف بمثلث الموت الذي استباحته الجماعات الإرهابية وأقامت فيه أكبر مملكة للإرهاب في أفريقيا. بداية القصة كانت في مالي، حيث كانت الجماعات المتطرفة على وشك احتلال عاصمة مالي باماكو عام 2012، حتى باتت على بعد 600 كيلومتر منها، مما قرع جرس انذار مدون أصاب العالم بهلع كبير. لم تكن باريس في مقعد المتفرج وهي تراقب التطورات المتسارعة على أرض حليفتها، فلم تتأخر لحظة واحدة بعد استنجاد باماكو بها لتسرع طلائع كتائبها لمساعدة بلد ممزق بين صراع سياسي وإثني أذكته الجماعات الإرهابية المتنامية في أكبر صحاري العالم في إطار عملية سيرفال في 2013 بداية، ثم برخان في 2014. تدخل دعمته الأمم المتحدة بإرسال بعثة مينوسما لإرساء السلام والاستقرار، ثم الاتحاد الأوروبي بفرقة العمل تاكوبا التي تدخلت في 2020 بناء على طلب من السلطات المالية في إطار دعم الائتلاف الدولي من أجل منطقة الساحل المكرسة لمكافحة الإرهاب. لم يرق لحكومة مالي عجز فرنسا والغرب بشكل عام عن تحقيق الاستقرار الذي توقعته لاستعادة السيطرة على أراضيها، سيطرة كانت تنتظرها مالي من دون أن تدفع ثمنها اتفاق سلام مع الأزواديين، السلام الذي كان حجر الزاوية وشرط استقرارها. توالت الانقلابات في مالي، فلم تتمكن من النهوض من كبواتها السياسية المتلاحقة، ولم تفضي العمليات السياسية التي فرضتها الانقلابات إلى أي استقرار. رحلت فرنسا وكذلك بعثة الأمم المتحدة مينوسما عن مالي، فيما استدعت باماكو حليفا جديدا كان يحرضها في صمت على طرد الفرنسيين والتخلص من إرثهم. وما هي إلا برهة حتى ظهرت أعلام روسيا وميليشيات فاغنر وسط زغاريد نساء باماكو وصيحات الشباب. لكن الحفلة لم تدم طويلا، فقد كانت الجماعات الإرهابية لها بالمرصاد، واتهم الأزواديون باماكو بالانصراف عن اتفاق السلام الذي أصبح حبرا على ورق بعد جلب مالي لفاغنر وتوقيعها لاتفاقية حماية وتسليح واستغلال مناجم التعدين. وما هي إلا أيام حتى عادت هذه الجماعات لوضعها السابق متقدمة مجددا نحو باماكو وكل الأراضي المنيعة التي حال الجيش الفرنسي ومجموعة تاكوبا الأوروبية وبعثة الأمم المتحدة مينوسما دون سقوطها في العقد الماضي، ليعاد تشكيل مشهد جديد انتهى بتأسيس الإرهاب مملكة جديدة في مالي وبوركينا فاسو تساوي مساحة فرنسا بأكملها كما قدرت صحيفة لوموند الفرنسية.
المشهد تشكل والإرهاب يطوق مالي من كل مكان. في سيناريو رسمته مجلة الإكسبريس الفرنسية بأنه سينتهي بإعلان القاعدة في الساحل دولة إسلامية في مالي بحلول نهاية نوفمبر 2024. لكن ماذا يحدث على الأرض الآن؟ يحاول الجيش المالي مدعوماً بفاغنر والموك استعادة الأراضي التي تسيطر عليها الجماعات المتطرفة، أي القاعدة في الساحل وداعش والأزواديين على حد سواء، وهي أطراف متناحرة على أي حال فيما بينها. فرد الأزواديون بإعلان جيش وطني مهمته الدفاع عن أراضيهم. تتركز المواجهات بعد الخروج الفرنسي اليوم في مناطق عدة في مالي، أهمها تومبوكتو الواقعة تحت حصار القاعدة في الساحل منذ أسابيع. في غضون ذلك يتلمس داعش الساحل طريقه للسيطرة على مزيد من المناطق التي يتنافس فيها مع القاعدة في أزواد، تحديداً في منطقة منكا قرب حدود النيجر، حيث يستمر في قتل وتهجير الأهالي للسيطرة على القرى والبلدات التي يزاحمه فيها منافسه القاعدة. من جهته بدأ الجيش المالي وفاغنر وقوات الموك التحرك لاحتلال القواعد العسكرية في أزواد التي ستهجرها قوات الأمم المتحدة مينوسما بحلول نهاية العام. في المقابل أعلن تنظيم نصرة الإسلام الحرب والمواجهة ضد مالي وفاغنر وعمد إلى محاصرة تومبوكتو وقطع الإمدادات عنها وزرع ألغاما وبدأ في عمليات قصف أدت إلى توقف عمل مطارها. فاجأ الأزواديون خصومهم منذ دخولهم في مواجهات مسلحة مع الجيش المالي في أغسطس الماضي باستخدام أسلحة غير متوقعة بعد مهاجمتهم لقاعدتين استراتيجيتين للجيش المالي، وبعد تصدي دفاعاتهم الجوية أيضاً التي تظهر لأول مرة للطيران المالي وإسقاطهم 4 طائرات، مما أطلق أسئلة حول حقيقة القدرات العسكرية لجماعة معزولة في الصحراء وعن مصادر تسليحهم أيضاً وعدتهم وعادتهم. استمرار تقدم الجيش المالي وفاغنر في العمق الأزوادي قد يطلق حرباً شاملة بين كل هذه الأطراف، وهو أكثر ما يخشاه العالم. وداعش سيكون أكبر مستفيداً من حرب تنطلق من تومبوكتو نحو بقية الشمال في أزواد، لأنه يركز نشاطه في الشرق والجنوب بعيداً عن المواجهات في الشمال ليتمدد أكثر فأكثر. أمام هذا الواقع وعلى خلفية الانقلابات وخشية التدخل الأجنبي في الساحل وتكرار سيناريو 2013، دخلت الدول الثلاث أي مالي والنيجر وبوركينا فاسو في تحالف جديد باسم تحالف الساحل، متخلية عن التحالف السابق G5 الذي يحمل الاسم نفسه ولكن كان مدعوما من فرنسا والغرب، وكان يضم إضافة إلى هذه الدول موريتانيا وتشاد في ميول واضح نحو روسيا وتخل تام عن التبعية الغربية المتمثلة في فرنسا. أثرت المعارك متعددة الأطراف بشكل كبير على السكان وتسببت بأزمة هجرة حقيقية. ضحايا الجيش المالي شمالاً هربوا من تومبوكتو نحو موريتانيا، أما ضحايا داعش في الشرق والجنوب ففروا نحو النيجر، فيما تسببت القاعدة بتهجير داخلي للسكان، وبدأ التنظيمان باختبار النيجر بمثل ما حدث في بوركينا فاسو بعد الانقلاب الذي فتح الأبواب لداعش والقاعدة على كل الساحل. ولو استمر الإرهاب بالتوسع لن تقتصر تداعيات ذلك على منطقة الساحل، فتوسع الإرهاب في مالي وبوركينا فاسو مكنه من توسيع عملياته والتقدم نحو خليج غينيا باتجاه بنين وتوغو وتنفيذ عمليات إرهابية في محاولة للتقدم إلى خليج غينيا ليخرج منه إلى البحر بعدما كان حبيساً في اليابسة. سقوط هذه البلدان في يد الإرهاب يعني وضع التنظيمات المتشددة يدها على منطقة غنية بالثروات من نفط ومعادن ثمينة، وكان ذلك الخيار الأمثل والأسهل للتنظيمات الإرهابية التي اقتاتت على نهب ثروات الدول من أفغانستان وباكستان إلى سوريا والعراق. وجعلت المشاكل السياسية والاقتصادية والقبلية من هذه الدول وجهة مثالية للتنظيمات الإرهابية الداخلية والخارجية الباحثة عن تمويل من دون مقاومة تذكر.
فمالي هي الثالث أكبر منتج للذهب في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا وغانا، ويسهم الذهب فيها ب 7% من الناتج المحلي الإجمالي و 70% من حجم الصادرات الإجمالية. كما تملك احتياطات يورانيوم تتركز في شمال البلاد خصوصاً في منطقة كيدال، وبلغ إنتاج مالي من الفوسفات 150 ألف طن و 200 ألف طن من الحجر الجيري و 50 ألف من خام الزيركونيوم. كما تملك مالي احتياطي من البوكسايت يقدر بنحو 1.2 مليار طن تتركز غالبيته في منطقة تومبوكتو. أما النيجر فيمتلك ثروات طبيعية هائلة من المعادن والمنتجات الزراعية، ويمثل إنتاج مناجم اليورانيوم 72% من إجمالي صادرات البلاد، ويضم مناجم للذهب والفحم ومعدن الكولتان وأبار نفطية. وفي بوركينا فاسو يعد الذهب المصدر الرئيس لعائدات التصدير، وبدأت بوركينا فاسو في 2004 تنفيذ برامج للخصخصة التدريجية للشركات المملوكة للدولة. عدم القدرة على التصدي للإرهاب في الساحل يترك العالم أمام منطقة مهددة بالانفجار في أي لحظة، مع جماعات إرهابية تقدم نفسها بديلاً عن الدول في إطار بروباغندا تحاول تبييض الوجه الدموي لها. فهل تنجح حكوماتها والعالم في وضع الخلافات والاختلافات جانباً للخروج بمقاربة شاملة لا تقتصر على الجانب الأمني بل تطال البعد التنموي والفكري أيضاً؟ شاركونا آراءكم على المنصات الرقمية لسكاي نيوز عربية. دمتم بخير وإلى اللقاء في حلقة جديدة على الخريطة.